نعم، يعني الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت قبل قليل على محيط مقابر خان يونس، مقابر التي تقع في الغرب من محافظة خان يونس، بصاروخ يعني من طائرات الاف 16. كان هناك انفجار وانبعثت سحب دخان أسود من مكان القصف الإسرائيلي، والذي أيضا ترافق مع قصف مدفعي كبير في منطقة شرق رفح ومدينة خان يونس في منطقة الفخاري وصوفا وغيرها من المناطق على طول الشريط الحدودي. أيضا في شرق رفح تم استهداف يعني قبل قليل من الآن مصنع للخياطة ومنزل في منطقة المطار في شرق رفح، وأدت إلى تدمير المصنع والمنزل بصورة كاملة. تلا ذلك يعني سلسلة من الغارات التي استهدفت عدد من المنازل والأراضي الزراعية في غرب وشرق وشمال وجنوب محافظة خان يونس ورفح. كان ربما يعني أكثر الغارات صعوبة في محافظة خان يونس عندما خان يونس ورفح عندما تم استهداف ميناء الصيادين في مدينة رفح فجر اليوم، وتم تدمير عدد كبير من المراكب الصيادين ومعدات الصيد والشباك. أيضا تم استهداف الميناء الجديد في مدينة خان يونس بعدد من قذائف الصواريخ، وأيضا من قبل الزوارق البحرية الإسرائيلية التي أطلقت العشرات من القذائف باتجاه هذا الميناء. حالة يعني عملية القصف وإطلاق الرشقات الصاروخية أيضا لم تتوقف، كل عملية قصف إسرائيلي نعم. تطلق على المدنيين، تطلق على المنشآت المدنية، يتم إطلاق عدد من الرشقات الصاروخية من قبل الفصائل الفلسطينية، خاصة يعني في منطقة كرم أبو سالم تركزت عملية قصف الفصائل على منطقة كرم أبو سالم وموقع المواقع الحدودية وأبراج تجمع الجنود الإسرائيليين شرق الفخاري شرق خان يونس وأيضا شرق معبر صوفيا. هذه المناطق تعرضت لكمية كبيرة من قذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى من قبل الفصائل الفلسطينية.